السلام عليكم طلاب، اليوم عندنا درس جديد وهو الربح والتقسيم التناسبي. طلاب طبعا تعذرون، انا ما جاي استخدم المونتاج، انا اعرف امنتج، يعني المونتاج مو صعب علي، اقدر اضيف اضافات ومونتاج، بس حاليا جاي ابحث على شغلات تكون خارجة عن حقوق الطبع والنشر. اذا نشرت فيديو ومنتجت وخليت شغلات مثلا صورة او صوت بيه حقوق طبع ونشر، شركة اليوتيوب راح شو تسوي؟ تعطيني انذار مرة مرتين ويسدون القناة. فأنا جاي اتجنب هذا الشيء على مود شنو؟ اتجنب حقوق الطبع والنشر من لحد ما القي الشيء اللي اريده، انه راح امنتج واضيف اضافات وشغلات نفس باقي اليوتيوبرية. بس خلونا نكمل الدرس. الربح والتقسيم التناسبي. لو نجي ناخذ مثال، طلاب عندي صناعة ثلاجات، كلفة إذا كانت صناعة ثلاجات هي 300 ألف دينار عراقي، ونسبة الربح هي 5%. ما هو السعر الكلي للثلاجات؟ يعني ايش قد التكلفة؟ التكلفة اللي هي 300 ألف، ونسبة الربح اللي هي 5%. فمقدار الربح راح أضرب هذين الرقمين أطلع مقدار الربح. هذا الرقم اللي هو 300 ألف بال5% راح أطلع مقدار الربح. أجي أوضح لكم شلون. عنده قانون اسمه مقدار الربح. مقدار الربح اللي هو يساوي لنا التكلفة في نسبة الربح. هذا قانون ثابت، هذا تحفظون مثل ما تحفظ اسمك. زين طلاب، فأجل التكلفة ايش قد عندي؟ اللي هي 300 ألف. هاي الفائزة تريد تضيفها، تريد هاي العلم وتفصل بها الأصفار. في 5% معناته شنو؟ 5 على 100. اوكي طلاب، 5 على 100. هسه يجينا واحد من ذولا الطلاب السكاكه اللي هم شطار، يختصر هاي الصفرين وهاي الصفرين صحيح، واقول 3 في 5 راح شو يصير؟ 15. بقى عندي كم صفر؟ 1 2 3 4، 4 اصفار انزل. اوكي طلاب، واضحه الفكره؟ اوكي، هسه السعر الكلي بما انه خلصت، انا ايش رايي هسه؟ السعر الكلي، السعر الكلي تكلفة بالبداية زائد هذا، فالسعر الكلي راح يصير اللي هو التكلفة زائد مقدار الربح. فالتكلفة ايش قد هي؟ كلفتني 300 ألف دينار. ايش قد ربحت بيها؟ احد عشرات مئات، احد الوف، عشرات الالوف، مئات الالوف، 150 ألف دينار. ربحت عليها 150 ألف دينار، فالناتج راح شو يصير؟ 450 ألف دينار. 450 ألف دينار، هذا هو الناتج النهائي. اوكي طلاب، بهالطريقة هاي اريدكم تحلون هاي المسائل اللي هي التكلفة والربح والسعر الكلي شلون طلعته. على هالطريقة هاي اريدك ثابت وياي. طلاب السؤال الثاني، مصنع مال تايرات، هم هنا يسمون اطارات، فاحنا نسميهن تايرات باللغة العامية للسيارات. فمطيني بي 24 قصدي 2400 اطار، والنسبة مطينيها من 8 الى 4. اوكي طلاب، من 8 الى 4، فما هو عدد الاطارات؟ فهنا راح يصير عندي تقسيم. التقسيم احنا خذينا الربح والسعر، فهنا راح يصير عندي تقسيم. شلون راح اسوي طلاب؟ اول ما اجي اجمع ذهني اقول 4 زائد 8 النسب حتى اطلع النسبة الكلية. ف
ايش قد طلعت عندي؟ 12 4 زائد 8 هاي ما واقع عندكم، وضحها. 4 زائد 8 صارت 12. وراها شو اسوي؟ اللي وراها راح اخذ عدد الاطارات واضربه بهاي النسبه على هاي النسبه، ونوب اخذ عدد الاطارات واضربه بهاي النسبه على هاي النسبه. خلينا نجي نمثل. اول مره ايش خذينا؟ الاربعه على نسبه 4 على 12 مضروبه في عدد الاطارات اللي هي 2400 اطار. فانا راح تصير عمليه اختصار. اوكي طلاب، هاي بيها واحد، هاي بيها اثنين، ف 200 في 4 راح يصير ايش قد؟ 800 مو صح لو لا؟ واضحه الفكره؟ اللي وراها راح اخذ الثماني. طلعوا لي طلاب، ثمانية هم على يمن على 12 في 2400. اوكي طلاب، فهنا راح اختصر ال 24 ويا 12، هنا بيها 2 وهنا بيها 1، ف 2 في 8 راح يساوينا 16، ونزل الصفرين يعني 1600. هسه مجموعهن راح اجمع ال 800 ويا ال 1600 يطلع عندي الناتج النهائي. فراح يطلع عندي هنا ايش قد طلعت؟ 800 زائد 1600 ايش راح يطلع الناتج؟ احسبوا يا طلاب، نضيف لها 200 من هاي 600 لهاي 800 حتى تصير 1000، فراح يصير 2400. اوكي طلاب، من جمعتهم طلع 2400. عرفتوا شلون سويته طلاب؟ طلاب رجعنا لكم بفقرة تأكد من فهمك. نعطيني تمارين ويريدنا نتأكد من الفهم مالي. أول تمرين قايل لي 9% في 500,000. أوكي طلاب، من جاني بهيك سؤال فأنا أعرف شلون أحل هيك أسئلة. أشرح شو أسوي. 9% معناته 9 على 100. أوكي طلاب، في 500,000.